قالت ولكنكم أبيتم. ثم نصب الحمدي وبعد قتله كان الغشمي ثم قتل الغشمي. يقول هذا كله في مذكرات الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر. قال دخلنا لنكفر ما خطأنا ونصلح ما أفسدنا وتمت البيعة كما يقول عبد الله بن حسين والانتخابات في المجلس التأسيسي. وثم رقت الأخوة كما قال ورقت الصداقة إلى مستوى الاستراتيجية. ثم كان النقض في هذه الأيام. أيها المؤمنون، إن رئيس الجمهورية أدام المصالح العديدة والوطن يشهد لذلك كما يقول أحمد شوقي. ومن المروءة وهي حائض ديننا أن نذكر الإصلاح والإحسان، أن نذكر الإصلاحات التي قام بها رئيس الجمهورية من الطرقات والشبكة التي وضعت والتي جمعت بين أبناء الوطن الواحد. وسار الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله، والذئب على غنمك كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتلك المدارس التي هي بالآلاف في عموم الجمهورية والمستشفيات والمصالح، وتوج ذلك كله بإقامة الوحدة. وتسامحوا فقد عفى عن الانفصاليين حتى انحصرت في 16 قادة الإجرام ثم تم العفو عنهم، وهذا من كرمه. ثم عفى أيضا عن الحوثيين وعفى عن الناصريين، إن عفوه هو الذي أبقاه، إن تسامحه هو الذي جعل الشعب يحبه ويحبه الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة. ثم كانت هذه الفتنة، وقدم الزنداني المبادرات، قدم الاقتراحات 7 نقاط ووافق عليها رئيس الجمهورية. ثم كانت الخمس ووافق عليها. ثم كانت اقتراح الانتخابات أن تكون انتخابات مبكرة ووافق عليها، فأصروا واستكبروا استكبارا. وكيف ينال عون الله قوم سراتهم عوامل الانقسام؟ فيا تلك الليالي لا تعودي، ويا زمن النفاق بلا سلام. أحب اليمن من أعماق قلبي، وحبه في صميم القلب نامي. سيجمعني بك التاريخ يوما إذا ظهر الكرام على اللئام. لأجلك رحت بالدنيا شقيا، أصد الوجه والدنيا أمامي، وأنظر جنة جمعت ذئابا، فيصرفني الإباء عن الزحام. وهبتك غير هياب يراعا، أشد على العدو من الحسام. أيها المؤمنون، يقول الشاعر أحمد شوقي: كن إلى الموت على حب الوطن، من يخن أوطانه يوما يخن. إن الذين يخونون الوطن هم جسم غريب، هم أعاجم، قلوبهم قلوب العاجم، في جثمان إنس أكلوا خيرات الوطن، ثم تحولوا فؤوسا للهدم والخراب والدمار. وعلى الأمة أن ترص صفوفها، ولتعلم أمتنا أن الحديد لا يفله إلا الحديد، إن الحديد لا يفله إلا الحديد. القوم إنهم قد انصهروا من زمان في بوتقة التنظيم، ويعتقدون من سواهم خارج عن الإسلام، ومن كان معهم وإن كان مجرماً قاتلاً زانياً سارقاً فهو من الأولياء وقلبه طاهر ونظيف. كرر رئيس الجمهورية حتى بعدما غدروا به، وحتى بعدما أرسلوا الصواريخ، كرر الدعوة إلى الحوار. قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إنهم قد بغوا
قل يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم إن الدائرة لا محالة ستحل عليهم. قال رسول الله: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه